قف كسر إنه هرمون قارو ربا قف كستقف وين إنه نقدر ربا تريد أن تكون عظيما مربت إن نقط مد وين وقيمة له عليك بالقرآن الآن نحن كنا نقرب نأتي إلى الشيخ الحسن الواجدي ودما نحن في مناسبة القرآن قربنا إلى القرآن إلى أهل القرآن الآن الشيخ الواجدي مرحبا الأسلوب بريادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال الله تبارك وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا أولا إخواني وأحبائي في الله أعزي الأمة الإسلامية على فقيد الأمة نسأله سبحانه وتعالى يرحمه بواسع رحمته بعدها وحن رواينا الأمة داليو أشكر الإخوة القائمين على هذه المسابقة المباركة الفريدة من نوعها النائية أشكركم جميعا وأشكر الحاضرين أيضا كل من حضر دد كدن رنتي وقال أواي أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر قفر أمهد علي وقفك كلمك لقرنكر جميعا أهل القرآن وضيوف الكرام من بلاد شتى أشكركم شكرا جزيلا نيابة عن نفسي وباسم مجالس القرآن الكريم في نيروبي كينيا نرحبكم جميعا خاصة للضيوف إخواني وأحبائي في الله الله يذن بركيه هذا هو فرح صنعي نوع مسابقة وأنت مسابقة النشر للقراءات العشر وهذا عصب قرب إن قربت إن قرب استأجنو قف كستنا وحويان إن وكفر حرنتي وحلو فر حويان وأدي أدقيم بضم مرك إن شاء الله تعالى تاسن ويقدر دارا ودر دارا قدم بيو وأن كسو ختمة إن شاء الله تعالى التمسك بالقرآن الكريم مرة بتاع قف كستا ما أنت إنه نقول في عنكن ولا ذو ربا قف كست إنه هرمل قارو ربا قف كست قف وين إنه نقدر ربا إلا وينيو ربا قف الرين مجرو قف إلا عاير ربا أما اللي يدره مجرو تريد أن تكون عظيما مرة بتاع إنه نقطة مد وين وقيمة له عليك بالقرآن تمسك بالقرآن حق التمسك أنت أسلوه يقدر دارا إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى يرفع بهذا القرآن الكتاب أقواما ويضع به آخرين وحن رواسي خاصة أمه دعليو وقدم بين أن سوكوك سوخة موقن تيوهد بنوحن السنة لكن ماذا ولكي إكرامي وشرفي أيان كبا قوائنا رماضو ضيوف كرام تميشا وذجوت كل وضع أمه دعلينا وبالأخص لن يقال يا ميشا فديو علم أولادي وزوجاتي وبناتي القرآن والقراءات شيخ خاصر وانا سيخاص وقومة عليو السيخاص الرمتي عن ملح أقولكم كذو أدوي أقلاضو وشيخ الجديد وقاميو مسابقة القارئ الجامع للقراءات العشر في هرجيسة وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله
جزا الله الشيخ خيرا. حقيقة إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.